مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم انا وصحبي الحيوان. حلقتنا اليوم غادي نسلطوا من خلالها الضوء على كيفاش ندرسوا الكلاب ديالنا وشنو هي المراحل اللي غادي تطلب هذه القضيه. هذه اسئله اخرى غادي نجاوبكم عليها من خلال حلقتنا ديال هذا اليوم. ما تشوفين بقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وهذه المرة مع الكلاب وكيفية التربية ديالهم. العديد منا من كيقتني كلب كيتسائل على طرق الدريساج والتدريب. كلب هذا يكبر ويقدر يتأقلم مع الناس ومع واحد الوسط اللي كنقدر نعيش فيه ونكون انا في نفس الوقت مأمن راسي من هذاك الكلب، مع العلم انه هذاك الكلب راه شويه خطر عليا وعلى الناس اللي معايا. المهم اول حاجه خصو يشوف الانسان قبل ما ياخذ ان شيو يشوف لي زوريجين ديالو، سورتو الا بغى الا كان ماشي حيت كاينين دي شان كومباني، خص الا بغى يدريسيه راه خصو يشوف لي زوريجين، يشوف والديه، يشوف الجدود، تكون بعدا سلاله نقيه، يكون عندهم ان تري بون كاركتير. يقلب على الوالدين ولا الجدود اللي عندهم ان تري بون كاركتير، وباش يعطيه باش مازال يعطيه مزيان في الدريساج خصو كيفاش نقول لك خصو يتصاحب معاه، نيت بصح، حيت ماشي كلب باش دريسي غتخرجو غتقول لي اسيك وشي با بوجي غتبقى كدوي معاه بحال هكا غيدير هادشي. فوالا عندك مراحل ديال الدريساج، راه بحال الدري صغير، راه كيف ما كيبدا الدري صغير بألف وباء راه كلب حتى هو خصك تبدا معاه بشويه بشويه من الاول. كيفاش نو غير هذيك نو بعدا اول حاجه خصو يتعلمو يدير شي حاجه مزيانه راه كتقول ليه وي سي بيان وكتعطيه كتعطيه اون ريكومبونس، والا كانت الا دار شي حاجه خايبه راه كتقول ليه نو. هذه اول حاجه، من بعد راه كتبدا تدخل ليه في دريساج بشويه بشويه، اسي كوشي هذاك كيتسمى دريساج بازيك. واللي ما كيعرفش الجميع على ان الدريساج او تدريب الكلاب فيه انواع كثيره. من الاول كتدخل ليه اسيك وشي با بوجي هادشي هو اول حاجه خصو يتعلمها، من بعد راه كتبدا كتدخل ليه تدخل ليه فري ستايل ولا تدخل شوف انت الا شنو بغيتي تتبع، شنو بغيتي انت تتبع في حد الدريساج. ما فيش حاجه واحده الدريساج، راه فيه راه كاين الناس تبارك الله هنا عندنا في المغرب، راه كاين الناس اللي كيديروا الرينغ، الناس كيديروا لي بو ولي غسي، كاين الناس اللي كيديروا لاجيليتي. حنا كنديروا ان بو دو تو، حنا كنديروا ميلونج، حنا كنديروا شويه من كل شيء، كنديروا شويه من الرينغ، شويه من ليبو، شويه بزاف من لاجيليتي. كنديرو حنا في خيس شايل، حنا لو بوت ديالنا هو الكلب كيسمع لك مزيان وتدخل ليه، حيت ما راه فرحه كبيره ملي كتشوف راسك كتدخل الكلب شي كلب اللي هو حيوان وانت بنادم كتدخل ليه شي حاجه وكتقولها ليه بلغتك وكيفهمك كيدايره. صعوبات متعددة ممكن يواجهها صاحب الكلب أثناء ترويضه للحيوان، هادشي اللي غادي يقربنا منه أكثر مهدي. في المالينوا الصعوبات اللي كتلقى بزاف هما كيكونوا هما دو ناتور قباح، دونك خصك تكالميه كيكون قبيح. كلب اللي الناس كيعرفوا بيتبول قبيح، بيتبول كيعض، بيتبول راه عندنا هو مالينوا كيبان كلب عادي قبح من البيتبول، هو دو ناتشو قبح من البيتبول، ولكن باقي ما طاحوش فيه هذوك الناس اللي خسروا الوجه ديال البيتبول. المهم الصعوبات اللي كتلقى هو انك تكالميه الصغر صافي لي مالادي ابار لي مالادي، وتكالميه من القباح راه ما عندك مناش خايف. ملحوظة لأي شخص كيروض الكلب ديالو، فمن الضروري مكافأتو عند قيامه بأي حركة انت طلبتيها منه، والأكيد على أن المكافآت كتختلف. بابوجي اوكي وي
حتى كاينين بزاف دابا على حساب لو شو، لو شو ملي كتبدا معاه الدريساج على حساب كل على حساب سون كاركتر. كاين فحال دابا كاين اللي عزيز عليه الماكلة، كاين اللي كتخدم مع الدريساج بالماكلة، كتقول لي اسي باش يدير ديك اسي خصك تعطيه فهمتيني هذيك لا ريكومبونس، خصها تكون ماكلة كروكيت كاشير على حساب. بحال دابا هاد عندنا هاد اليوز كي دابا بدينا معاه كيخدم بالماكلة. كاينين كلاب اخرين فحال هادي ماشي لا الماكلة لا سون اوبجي تينيسا ولا هادي عزلات 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 تلعب تلوح ليها تينيسا هادي تجري. وكاينين كلاب عزل لهم العطان، المهم لا بلوبار ديال المالينو عزل لهم العطان. الأكيد على أن البعض كيفضل يطلب المساعدة في ترويض الكلب ديالو من عند المختصين في المجال. الناس اللي بغين يتعلموا هادشي ديجا عندنا ان جروب سور فيسبوك لا باسيون كانين، هادو كاع الناس اللي بادين كاع لي زاماتور كيدخلوا كيتفرجوا. كنديروا تما كنديروا دي فيديو، كنديروا دي ميتينغ. الناس اللي عندنا دي كونيسور، عندنا الناس اللي شويه كيفهموا في الدومين. كاين الدراري اللي واصلين تبارك الله بزاف كيعاونوا الدراري، كيتجمعوا كيعاونوا الدراري ها كيفاش تدخل ليها كيفاش علموا هذه كيفاش علموا هذه. المهم الجروب راه تبارك الله راه واصل 14000، راه تبارك الله راه بدينا كنشوفوا زعما الريزلت ديال داكشي اللي كنديروا. إذا المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم أنا وصاحبي الحيوان. من خلال حلقتنا ديال اليوم تطرقنا الموضوع كيفاش ندرسوا الكلاب ديالنا، وكيف ما شفتوا على أن الموضوع كيتطلب مجهودات كثيرة وأيضا صبر طويل باش أننا نوصلوا لذاكشي اللي بغينا، وأيضا باش أن الكلاب يسمعوا الدريسور ديالهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة مع موضوع جديد. إلى اللقاء.